نرجع تاني برضو للفاشن بتاع المحجبات، تنصحيهم ايه الحاجات مثلا اللي لازم تبقى موجودة في الدولاب وما يستغنوش عنها تماما؟ في حاجات اساسية المفروض تبقى موجودة في الدولاب، زي الشميز ابيض، شميز اسود، بنطلون جينز فاتح، بنطلون جينز غامق، بنطلون اسود. دي حاجات اساسية اللي بتليق على كل اللبس. اوكي، اي لون بيليق عليه الالوان دي. اوكي طيب، وبقيت بقى الحاجات يعني مثلا الاشارفات، الكارديجنز، هو المحجبين بقى عندهم كده مشكلة بسيطة، بيحبوا يجيبوا اللبس بالاشارب، يعني ما بيعرفوش يشتروا اشارفات لوحدها واللبس لوحده. اوكي، بس انا من الناس اللي بشتري اشارفات لوحدها واللبس لوحده، ان انا يعني ما بهتمش قوي ان اللي يكون الاشارب بنفس البرنت بتاعت اللبس، انا بحب اكثر قوي الالوان. اوكي طيب تمام، احنا جاهزين. معانا ماهي برضو، نشوف الموديل التاني. الموديل ده هو ممكن يتلبس بطريقتين، ممكن يتلبس كاجوال، ممكن يتلبس يعني بالليل. ده دراس اسود من فوق، واخد خط يعني ستايل كده على الكتف، صف كرانيش، صف دانتال بسيط. وتحته الشميز زي ما كنت بقولك، بصي الشميز فيه كسر من هنا، احنا في الحاجات اللي بنلاقيها دلوقتي او الحاجات المستوردة اللي من بره ما بتبقاش الكسر موجودة على الكتف او في الكمين، بتبقى حاجات كات او سامبر تال فبنعرفش نلبسها. فده الكم في كسر من عند الكتف ونزل بومبي شوية. والدراس نزل هو من فوق ضيق ونزل ساكت، بس يعني نزل واسع شوية بسيطة مش قوي. اوكي ممكن بقى واحدة، دي واحدة نازلة كاجوال الصبح، ممكن بالليل ممكن لو غيرت الجينز خليته بنطلون اسود والاشارب مثلا، بس الاشارب ده يمشي بالليل والصبح عادي، بس الجينز هو اللي هيفرق قوي. لو هي لبست الجينز لبست بنطلون اسود مكان الجينز هيبقى تنفع تنزل بيه ابريمي دي عادي. اوكي الاشارب ده دوبل فيس، يعني واحد صوف والتاني قماش يعني قطن او فال. في واحد منهم منقوش، واحد التاني لا، ممكن تلبسه بكذا طريقه، يعني لو واحده شافتها تفتكر ان هي لابسه اشاربين، بس لا ده سكارف عاديه خالص. اوكي يعني دي ممكن تنفع سكارف او اشارب. اوكي ميرسي، ثانك يو ماهي، ميرسي. طيب لو مثلا دلوقتي في عروسه مثلا بتشتري لبس بتاع عارفه انت قبل الجواز بتشتري الحاجات بتاعتها، ايه النصايح اللي ممكن تديها لها او ايه الالوان اللي تقول لها مثلا اشتريها بعدي عن الالوان دي او حاولي تخليكي في الالوان؟ يعني ممكن تكون تبقى يعني عروسه بقى هي عارفه هي بتليق في ايه، فتكون اشترت كتير فدلوقتي هتكون متركزه قوي تشتري الحاجات اللي تناسبها. وكل واحده عارفه هي بيليق عليها الوان ايه وايه الاشارات اللي هي بتحبها وكل حاجه، فهي تبتدي تركز على انا محتاجه ايه. واللبس الكتير ملوش لازمه، الحاجات الاساسيه اللي زي موجوده، الشميز الابيض، الشميز اسود، البنطلون الجينز، دي حاجات اساسيه المفروض تكون موجوده في دولاب كل واحده طبيعي. هي تجيب دول اساسي، بعد كده تبتدي بقى تشتري دراس مثلا للركبه، كارديجن لون لونه اتنين مثلا كارديجنز، واحد لون اسود واحد بيج، حاجات اللي ممكن تمشي على كل حاجه. اوكي طيب، وهل مثلا في حاجات معينه لازم تجيبها ولا عادي هي بس عادي تشوف اللي هي حاجات اللي محتاجاها وتجيب الاساسيات؟ طب اوكي طيب، احنا جاهزين. اوكي معانا امنية. ده موديل تاني. اوكي ده برضو هو انا كل حاجتي بتعتمد ان هي وان بيس، لان انا ما بحبش ستايل اللايرز. اوكي ده موديل واحد، ده شكله ان هو دراس وفوقه بوليرو. بس انا عاملاه كله وان بيس، انا دخلت الكروشيه الهاند ميد في اللبس، ده معمول من الصوف اللي هو الخفيف المارسليزي، دخلت لونين اللي هو اللون البينك او البيربل المحمر شويه والاسود، فطبعا كسرنا اللون الاسود خالص. الاشارب برضو ده اشارب برضو صوف، بس صوف خفيف جدا معمول بستايل واحد طويل اسود ومتركب فيه حته فلوري، فطبعا كسرت اللون الساده. اوكي وهي لابسة على بوت، ممكن برضو واحدة تنزل بالليل لابسة على بنطلون اسود عادي، ممكن الصبح تلبسه على جينز. ده ينفع الصبح؟ ينفع الصبح. اوكي بس تلبسه على جينز عادي، لان هو ما فيهوش حاجة، ده كروشيه هاند ميد، والبيدنج اللي هو الخرز مش شايني، هو
يعني لونه اسود بس لو جيت عليه اضاءة بس ممكن يلمع شوية. اوكي شكرا يا منية. طيب نتكلم برضو عن حاجة. في حاجة انا منهم من الناس دي، الناس اللي بيبقى عندهم حاجة بيحبوها قوي او مثلا بيتفائلوا بيها او حاجة عزيزة قوي جات لي من زمان وبحبها ولسه بلبسها، ممكن ما تبقاش ماشية على الموضة او يعني ادمت شوية او حاجة، عارفة؟ ازاي نكسرها؟ ازاي نتخلص من الحته دي؟ عشان انا بقول لك انا عندي الحته دي ساعات. هو الحاجات دي ممكن تتغير خالص بسكارف جديده، باشارب جديد، باكسسوارز او شنطه. ممكن تغيري مش حاجه واحده، الطقم توتالي بيتغير بالحاجات دي. ممكن يبقى انا عندي شميز مثلا ابيض على طول بلبسه على جاكيت اسود، لو جبت له سكارف لونها بينك وفجأة غيرتها خالص وبقيت البس ازرق باكسسوري الزرقاء، انت كده كسرتي خالص اللون، ستايل اتغير خالص. مكان ما بتلبسي مثلا على بنيات بقيتي قلبتي على اسود. فانا مقتنعه ان السكارفز، الشيلان، الاكسسوريز والشنط بتغير الطقم قوي. اوكي، والحزامه طبعا. الحزامه. طيب احنا ماهي جاهزه؟ اتفضلي. بصي ده ستايل تاني. اول حاجه ده فيست. الفيست ده معمول بطريقتين، هو اصلا برضه وان بيس. اوكي كل حاجه وان بيس. اوكي ده معمول برضه من خامه ده كتان، والتحت ده شموم مخرم كده. هو القماش ده بيبقى كده، ممكن اصلا يتلبس على الجنب التاني عادي. تحته شميز ابيض طويل، ده طبعا ينفع واحده محجبه ومش محجبه، بس لو واحده محجبه تلبسه على شميز ابيض طويل. لو مش محجبه ممكن تلبسه عادي تحته بادي او شميز قصير. هو كاجوال قوي. بصي الاشارب ده سكارف اصلا، يعني سكارف ريكتانجل، هي رابطه لقدام عشان في ناس كتير قوي بتحب تربط لقدام. ممكن تربطه لورا، ممكن يتشال خالص ويتحط على الرقبه. فانا شايفه ان السكارفات دي موضه قوي في السيزون ده، لانها بتغير قوي من شكل اللبس وبتتلبس بكذا طريقه. وكمان الخامه بتاعتها اللي هو الفوال الخفيف اللي ما يضايقش خالص، وفي نازل منها شرشيبه كده. شرشيب بتاعت ال ما هي ممكن عشان ممكن تتلبس لقدام، ممكن تتلبس لورا. طب ممكن بس تشرح لنا برضو رابطه الاشارب دي ازاي؟ لان بيجي لنا اسئله كتير برضو عن الاشارفات وازاي بتتربط، فدي برضو يعني بصي مربوط عادي خالص لقدام. اوكي بعد كده هي شالت الاثنين ربطتهم لورا، ممكن واحده ثانيه تسيب واحد على كتفها وتربط الثاني لورا. يعني نفس كانها لابسه سكارف، يعني نفس فكره رابطه السكارف بس بالاشاره، بس على الشعر بقى. اوكي ميرسي يا ماهي. طيب انت احنا برضو الحاجات الالوان اللي شفناها، انت فعلا خدتي البنيات والحاجات اللي هي البيسك ورحتي مدخله فيها الوان. تنصحي الوان ايه تمشي مع ايه، ولا انت مقتنعه ان كل حاجه هتمشي مع بعض؟ لان انا شايفه ان مش كل حاجه هتمشي مع بعضها، بس الالوان ليها درجات. اوكي يعني بس بيبقى عارفه تحسي مثلا اوكي البيربل مثلا والبينك بدرجاتهم هيمشوا مع بعض، مثلا الاخضر والاصفر درجاتهم ممكن تمشي مع بعض. بس انت اخدتي بالك الاخضر والاصفر ده يعني من قليل ابتدينا نشوفه ان هو بيمشي مع بعض، بس من زمان كده شويه كنت تحسي اخضر واصفر جنب بعض تقلقي كده، بس دلوقتي نزلت الحاجات بقى الفلوري، الحاجات الكالرفل، فبقينا بنحس ان الالوان بتمشي مع بعضها. اوكي طيب ماذا، انا مبسوطه جدا ان انت جيتي النهارده، احنا للاسف الوقت انتهى. ممكن نفسي تقعدي معايا اكتر بس عشان لسه هنروح المطبخ. بس ميرسي جدا ان انت نورتينا النهارده، وجود لك في شغلك ان شاء الله، ونشوفك قريب تاني ان شاء الله. ثانك يو. اوكي ميرسي. واحنا هنروح لفاصل سريع جدا، وبعد الفاصل هنروح المطبخ ونشوف هنعمل ايه في المطبخ.